مبروك يا حاج. الله يبارك فيك يا هاني. مع السلامة. لا سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندك عقود تانية يا مريم؟ لا أنا خلصت كل شغل. بس أنا ليا طلب وسؤال لحضرتك. دوبي يا ستي بس أوعي تقولي أسلفك. حضرتك لسه مش عايزة تعتبريني أختك الصغيرة؟ بعتبرك طبعا أختي الصغيرة بس خلاص ما عادش ينفع. ليه؟ خير يا أستاذ؟ عشان العملية بهوقت قوي. وأنا بقى ينفع خمسة ولا عشرة. خلاص. لحد 20,000 أنا تحت أمرك. وخمسة وعشرين وثلاثين لأني بعتبر نفسي أختك الصغيرة. بسم الله ما شاء الله عندك شركة توظيف أموال ولا إيه؟ ولا توظيف أموال ولا حاجة بس عندي مخ. ده مخ فولاذي وجامد قوي. وبيشتغل كويس قوي يا أستاذ. ادينا حتة من مخك عشان نعرف نشغل مخنا زي أموري. شوفي حضرتك عايزة ايه وانا تحت امرك اسلفك اللي انت عايزاه ان شاء الله تهدي الشقة وتبنيها من اول وجديد. انا اخدت شقة جديدة. فين؟ عنيل. انت اتخبلتي ولا ايه؟ ما تزعليش مني يا استاذة بصراحة حاجة تخدم. شقة عنيل مرة واحدة؟ اللهم على حسب. لا الشقة دي ما تتحسدش خالص. عارفة ليه؟ لانها تقسيط على 35 سنة. وانا وسيد جوزي هندفع نص ماهيتنا لمدة 35 سنة يعني لو عشنا. ومش هنعرف نفرشها ازاي. عموما انا تحت امرك برضو يا ريس. يا بنتي ولا تحت امري ولا تحت طولي بقول لك مش عارفين نفرشها ازاي. اعمل ايه؟ اشتريت طقم بامبو علشان لو حد جالنا يعرف يقعد على حاجة. يلا نروح. يلا. بقولك ايه يا هاني؟ هو اللي عاوز تقول ايه؟ هي كلمة واحدة عشان ايه؟ كلمة يتيمة. ابعدي عن الأوضة دي. ليه بقى إن شاء الله؟ لأن أنا قلت إن أنا هاخدها. ممكن تيجي تشد المتر ده قدامي؟ يا ماما، يا ماما قول لها تبعد عن الأوضة دي. بقولك ايه شد شد المتر ده قدامي يلا. أنا مختار يا ماما الأوضة دي من ساعة ما دخلنا. أجيب لك من الآخر دي أوضتي أنا أهو. خلاص ارتحتوا؟ طيب ارتاح يا أختي. خلاص سجلتها بعقد في الشهر العقاري. وادي الاستاذ سيد جلاله السكرتير العام جاي يستلمها قوه القانون. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا ايه يا سيد؟ ايه خير في ايه؟ اتاخرت كده ليه؟ مش عقبال ما تخلصي جهاز الشقه. هو انا لحقت اعمل حاجه؟ الشقه واسعه قوي مش كده؟ والاستاذ قاعدين يتخانقوا على الاوضه. يلا هاتوا حاجتكم عشان نروح نتغدى. هنموت من الجوع. ونروح ليه بس؟ جوعنا كلنا هنموت من الجوع. ما انا عارف انك جعان عشان كده انا عازمكم على الغدا. فين؟ هنا. هو حامد جه اهو. تعالى يا حامد. مساء الخير يا فندم. اهلا يا حامد. حط الحاجه وروح هات الباقي بسرعه. فين يا فندم؟ هتحطها فين يعني يا حامد؟ مفيش غير الترابيزه هنا. حطها هنا. حاضر يا فندم. يلا يا واد. ايه ده يا فندم؟ ده الغدا. ده احنا عندنا غدا في البيت. والله لو الغدا البيت احسن من الغدا ده نروح نتغدى في البيت. يلا يا اولاد. تعالى يا شيماء حقوا الكفته وهي سخنه لحسن لما بتفرد يبقى دمها تقيل قوي. ايه اللي خلاك تفكر في فكره الغدا دي وما عندناش ولا صابون ولا فوط ولا حاجه؟ كله جاي، الفوط جاي والصابون جاي والشاي جاي والسكر جاي والترابيزه جايه وكله جاي. وكل ده ليه؟ علشان نفسي احس ان احنا كلنا عايشين في الشقه هنا خلاص. عايز اقعد انا وانت في التراس ساعه الغروب وقدامنا الشاي وبنبص على الدنيا دي كلها من فوق. نفسي احس ان انا عندي شقه عميقه. اتفضل. يا سلام. انا دلوقتي بس حسيت ان بقى عندي شقه عميقه. عارف انا هحس امتى ان انا عندي شقه عميقه؟ انت مش مصدقه ولا ايه يا حياه؟ انا مش هحس اني عندي شقه عميل غير لما افتح باب الشقه والاقيها مفروشه حته حته زي اللي في خيالي بالظبط. طب تقدري تقولي لي بقى ايه اللي في خيالك بالظبط؟ اللي انا وانت كنا بنحلم بيه واحنا مخطوبين لينا ولاولادنا. يعني نفسي افتح باب الاوضه كده والاقي البنت الكبيره نايمه زي القمر في سريرها وجنبها مكتبها الصغير. وافتح الاوضه على الولد تلاقي فيها لعب وكتبه وجهاز التسجيل بتاعه كمان والحيط عليها كل صور لعيبه الكوره وايه كمان وتليفون. ايوه تليفون واصله بالتليفون بتاعه. طب ما انت لسه فاكر اهو. ما تتنسيش يا حياتي الحلم بالنسبه للولاد
حقيقة بنعيش بيها العمر كله، وإذا كنا احنا نسينا فيبقى نسينا حلمنا. المهم قوليلي بقى، انت متخيلة الأوضة بتاعتنا هتتفرش، ولا أقولك الشقة كلها هتتفرش ازاي؟ عربي، هفرشها عربي. عربي؟ أيوة، زي بيتها القديم، زي بيت شيخ الجوهري جدي. كله بالصدف والشغل الإسلامي. تعالى تعالى هوريك. تعالى. يلا. هنا هحط الصالون الكبير. وهنا الأندريه الصغير. عظيم. وفي النص هحط سجاد. طب قولي لي بقى، السجادة دي برضه هتبقى بالصدف؟ سجادة بالصدف بتتريق؟ أيوه طبعا بتتريق. بس أنا بستأذن سعادتك إنك تعفي الأولاد من حكاية الأرابيسك والصدف دي. يعني مش ضروري تفردي عليهم ذوق جدك شيخ الجهري، ما كفايه صورته متعلقه في وشنا طول النهار. وبعدين بقى عايز تفرشها مودرن؟ لا انا مش عايز حاجه، انا بس عايز انقذ الاولاد من الجب اللي هم قاعدين فيه من ايامنا في اليوم. يبقى انت كده بقيت في ناحيه وانا بقيت في ناحيه. يا حبيبتي عمرها ما حصل، انا طول عمري في الناحيه اللي انت فيها. طب انت فاكره انا كنت قلت لك ايه زمان؟ مش قلت لك ان الكره الارضيه ملهاش اربع جهات؟ ليها جهة واحدة اللي انت فيها. فاكر قلت لي الكلام ده فين؟ الله الله الله، انت نسيتي ولا ايه؟ انا ما نسيتش، انا قلتها لك واحنا قاعدين في المدرج. ساعتها كنا قاعدين جنب بعض، كنا بناخد محاضرة القانون الدولي. ومسكت ايدي وقلت لي الكلام ده. طب بعد كل ده شايفة ان انت في ناحية وانا في ناحية؟ ممكن اقولك على فكرة وتوافقني عليها؟ فكرة ايه؟ فكرة تخنق ونخلص من حكاية فرش الشقة دي. شوفي بقى انا عارف انت هتقولي ايه من قبل ما تقولي، بس برضو قولي. نتنازل عن الشقة بتاعتك. اني شقة؟ شقة عبد العزيز، ايه رأيك؟ هطلب فيها 25,000 جنيه، ولما ناخدهم نيجي على هنا. دول ما يجيبوش ثمن المطبخ. ايه؟ ايوه طبعا. انت عارفه المطبخ دلوقتي بيكلف كام؟ من 30 ل 40,000. هو احنا لازم نعمل مطبخ ب 30,000 جنيه ولا انت عايز تحبطني وخلاص؟ لا خلاص خلاص خلاص، ولا احبطك ولا حاجه. انا غلطان يا ستي. اعملي اللي انت عايزاه. من بكره هعمل اعلان في الجورنال. اهو الاعلان اهو. ورينا شوف نمره التليفون، وريني كده يا دكتور. استنى اما اشوف انا الاول. شقة سلاملك، أربع أوض وصالة أرضي مرتفع، 16,000، حارة خوخة متفرع من شارع عبد العزيز، قريبة من ميدان العتبة. تليفون 575-4931. مطلوب 25,000 جنيه. طب ليه يا ماما ما كتبتيش النهائي؟ عشان ده عندي تسجيل الملكية يا حبيبي. إحنا الشقة دي أخدناها من قبل ما حضرتك تتولد بإيجار قديم، يعني لازم موافقة صاحب البيت. وريني كده. اخر حاجة توقعتها نعمل اعلان عن شقتنا وننشر رقم التليفون. يا ده من هنا ورايح توقعي حاجات كتير قوي، ده انت هتتهري تليفونات. متهيألي محدش هيكلمنا خالص. اهو يا ستي استلقي وعدك بقى. روج يا محمد. ماشي. الو؟ اهلا صباح الخير. ايوه سلام لك. لا 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 مش اول بلكونة. حكاية ال 25,000؟ طب ثانية واحدة. ألو؟ أيوة يا فندم. لا 25,000 مش كتير، خصوصا لما تعرف إيجارها 7.5 جنيه بس في الشهر. حضرتك تيجي تبقى تشوفها الأول. العنوان 16,000 شارع عبد العزيز اللي موجود في الجورنال. إحنا في انتظارك. مع السلامة يا فندم. شكله عايزها وهيجي. طب ردي ردي شوفي ده كمان هيجي ولا لا. الو اهلا يا فندم. لا 25,000 مش كتير، خصوصا لما تعرف ايجارها 7.5 جنيه بس في الشهر. لا حضرتك تبقى تيجي ونتصرف. العنوان 16,000 شارع عبد العزيز اللي مكتوب عندك في الكورنال. احنا في انتظارك. مع السلامه يا فندم.
طب ولازم يا فندم دي؟ عشان المقطوعه تبقى مظبوطه. الو؟ اهلا يا فندم. 25,000 مش كتير، خصوصا لو عرفت ايه. 7,000 في الشهر بس. العنوان 16,000 شارع عبد العزيز. اللي موجود في العنوان. احنا في انتظار حضرتك. مع السلامة. ايه لعب العيال ده؟ ها؟ عيال ليه بس؟ انت بتعمل معاهم كلامي، عاجبك اللي بيعملوه؟ امال نعمل ايه بس يا ماما؟ احترمي نفسك. طب ردي، ردي بس جو. انا هرد وما حدش فيكم ينطق بكلمة. طب بقول لك يا ماما، احنا هنسجل رسالة صوت حضرتك ترد لنا في الرد. هتورد يا محمد؟ طب وفري عصبيتك دي لغاية لما الزباين تيجي عشان تتفرج على الشقة. بريه. الو؟ ايوه يا فندم. 25,000 لان والله مش كتير. لا حضرتك ايجارها 7.5 جنيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. مساء الخير. مساء الخير يا مدام. اتفضل اتفضل. روقوا وضبطوا حالا يلا. طبعا الشقه 4 اوض وصاله مش كده؟ ما انت هتشوفها الطبيعه دلوقتي. اتفضل. وفي احلى من كده طبيعه؟ ادي الجمل وادي الجمال. اتفضل اتفضل. افتح يا ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش دي الشقة اللي... ايوه هي الشقة اللي عليها الإعلان. يا ماما يا سيد بيه. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا مدام. أهلا أهلا. الله ده في حد سبقنا ولا إيه؟ ما هو الفيل لما يسعد بقى. اتفضل يا فندم. والله صاحب النصيب هو اللي بيغلب. اتفضل. شكرا يا مدام. يا ساتر. يا محمد رد على التليفون. حاضر يا ماما. ألو. أيوه يا فندم. ايوه هي دي الشقة اللي عليها الاعلان. استنى يا دكتور انا حافظ النشيد. الو؟ لا هو في الحقيقة الشقة تسوى اكتر بكتير. بنت مش كده؟ وانت يا اخويا مش سامع الباب؟ ما تفتح. افتح. حاضر يا ماما حاضر. طب حضرتك شرفنا وشكرا. مع السلامة. مع السلامة. عوف عليك. الله يعافيك يا حاجة. هي دي الشقة يا ابني اللي عليها الكلام؟ أيوه هي دي الشقة اللي عليها الكلام. استنى على الواد. هي يا أبو حسين. أيوه هي. لا دي بارحة كويسة أوي. تعالوا تعالوا. شايفة وبارحة والنبي يا أبو حسين. أمال أنتوا مبيضينها جديد يا أختي مش كده؟ آه مبيضينها بالسمنة. الظاهر فيه شاهد أوي النهاردة. برضه يا جماعة صاحب النصيب هو اللي يغلب. البنت دي تبع مين؟ انتوا الاتنين مخلفين الزربة دي؟ يا اخت الله اكبر في عينك هتحسدينا ولا ايه؟ خلاص حددنا الناس. ده حيطانها بايشة وواقعة. انت صاحبتها يا اختي؟ انا صاحبتها يا حبيبتي. على العموم هي ما تسويش اكتر من 15,000 جنيه. ده اخر كلام عندك؟ هو ده اخر كلام عندي. والله عنده حق. دول طوب وقت لاوضه النوم. نتفرج يا اختي على الاوض انا وابو حسين. يا اختي ورثتونا بالحياه انت وابو حسين. يا فين؟ يا كبه. يا ابو حسين يا جاي تعالى رد على التليفون وارمي البتاع اللي في ايدك ده. ما تاخدش معايا كده. ولا انا موضوع حبيبي. مطلوب. حاضر. وانا كمان اسيب الباب مخبط؟ مضطرين نفتح. يلا امشي. هي دي الشقة؟ بالظبط. بس مش هنبيع. يلا فين؟ لا لا يلا رأينا عن البيع. رايحين فين انت وهو وهي؟ زعل نتفرج على الشقة. مش هبيع. غيرت رأيي يا أستاذ. يا حاج خلصنا. شكرا مش عايزين نبيع. يلا يا عمتي اشربي الليمون أولا وبدون تعليق. اللي حصل النهارده هو اللي بدون تعليق. معقولة يعني عشان عايزة تنزل عن الشقة يخسفوا بيها الأرض ال 15,000 بس؟
ما هو اللي انت بتقوليه ده تعليق برضه، وتعليق ملوش لازم. طب اعمل ايه بقى يا شيماء؟ لازم اتصرف. اقولك تعملي ايه وبدون تعليق برضه؟ الحكايه بدون تعليق اللي انت معلقه لي عليها دي، يعني من غير ما تقولي لا. الناس اتخلقت عشان تقول اه ولا، بس في ناس بتقول لا على طول كده ومن غير سبب. نفسي بقى المره دي تنسي وتقولي اه. عايزاني اوافق عشان نبيع بيت الجوهريه وتجهزي الشقه، ولا تحتاجي تعملي جمعيه ولا تتنازلي عن الشقه دي. ولما تعوزي انت ومحمد تتجوزوا تقعدوا فين ان شاء الله؟ اهو يبقى يحلها ربنا. هو احنا نعقدها ونقول ربنا يحلها؟ خلاص يبقى ينفع انا ومحمد نيجي نعيش هنا؟ لا مش هبيع حاجه من ملكك ولا من نصيبك، ومش هعيشكم في شقه بالايجار. ها ايه رايك بقى يا استاذه؟ رايي ايه بقى؟ هي دي عايزه رايي. طب بصي الامر ده ورخيص، ده ثمنه 19000 جنيه. رخيص قوي. تعالي اروح فين؟ احنا لسه اتفرجنا. بقول لك انت عايزه تفرجي الناس علينا؟ عموما الحاجه الوحيده اللي من غير فلوس هي الفرجه، وبعدين مش بيقولوا لي المشتري يتفرج؟ ايوه يا حبيبتي، بس الواحد يتفرج وهو على قده. ما تحكيهاش بقى يا استاذه، عايزه تكوني استاذه هنا كمان. قلت لك انت اللي تبقي له استاذه، وخديني في اي حته على قدي، انا هنا هيجي لي الضغط. الله الله، شوفي اوضه النوم دي بقى بالزنة بالزنة، وشوفي الحاجات الحلوه دي، جيب الضغط بره. بكام دي يا مي؟ يا بلاش 25000 جنيه بس. انت هتجيبي لي فرصه تعالي هنا. ممكن بس تستنى شويه؟ بقول لك ايه، ده كمان تنازل الشقه اللي ها. عموما اللي عنده شقه عليه ما يفرشهاش فرشه قلم. اضرب الارض تفرح بطيخ؟ لا تطلع فلوس. يا بنتي خديني معرض على قدي، اشوف لي مطبخ عادل، انطريه ابن حلال، انا هاخد عفش الشقه كله، القديم افرشه في الجديد. وبعدين مش ضروري يعني اوضه نوم جديد، انا متعوده على اوضتي مش هغير. هتاخدي اوضه النوم دي شقه العنين؟ مالها اوضه النوم دي؟ اوضه فرح. ايوه يا ماما، بس احنا رايحين شقه على النيل، وفرح الضبع من 20 سنه. مالها يا بنت انت من 20 سنه؟ هم كتار؟ انت هبله يا بنت ولا شكلك كده؟ اي حد يجي يزورنا على عفشنا القديم، واللي مش عاجبه عنه مجال. طب واحنا؟ انتوا ايه؟ يعني هنقول لاصحابنا ما تجوش، ولا بقى واخدين شقه على النيل ومش عارفين نفرشها؟ اه، مش عارفين نفرشها، بندفع بالتقسيط. قولي لهم ما حلتناش، مش عيب. العيب انك تقولي محلتك وانت ما يكونش عندك. فهمتي؟ رجعي على التليفون ونضفي دماغك. ما تتأسفيش، روحي رجعي على التليفون. وأي حد يسأل عليا أنا مش موجودة، أمي مش هنا، ماتت فصل. بعد الشهر. أيوه. أيوه يا فندم، من يومين ثلاثة. أه لسه موجودة. طب لحظة واحدة من فضلك. ماما تليفون. انت يا بنت انت، انا مش قلت لك ان انا مش موجوده؟ ما بتفهميش. مش هرد. في واحد عاوز ياخد الشقه وبيقول لو لسه موجوده هو اللي احتاج لها. باين عليه راجل عبيط قوي. هضربك، شوفي هضربك. امشي من وشي، امشي. اهلا يا فندم. ايوه موجوده. 25000 مش هنزل نجلة. اه اذا كان على 25000 موجودين يا مدام، بس المهم انها تكون حلوه وبرحة ومريحه وشرع. هي كام سلمه من الشارع؟ اصل انا يا بنتي ما اقدرش اطلع سلالم ولا اركب اسانسير. امال انا واخدها ليه؟ لا ربنا يديك الصحه يا والدي. والله احنا لو كنا نقدر نجيب لك الشقه لحد عندك كنا جبناها، لكن نعمل ايه؟ حضرتك اللي لازم تيجي تشوفها. لا ان شاء الله هتعجبك قوي. وانا يا بنتي لازم اشوفها، لازم تعجبني، لازم تعجب عيني، واللي ما يعجبش عيني يحسوا قلبي ازاي؟ ها؟ طيب اخد العنوان يا بنتي، واحدة 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 عليا. 16000. طيب اجي اشوفها امتى؟ النهاردة. ايوه النهاردة. بس قولي لي يا بنتي، انتوا عندكم سراير؟ اصل انا لازم ارتاح. طيب يا بنتي الساعة 7 كويس؟ لا الساعة 7 ده مش متأخر شوية ولا؟ يعني انا خايفة انك ما تلحقش. لا ربنا يديك الصحة. لا ربنا يديك الصحة. في انتظارك. ساعة
في انتظارك. مع السلامة. قومي روقي اوضتك بسرعة. يلا. نقطي متروقة وهتعجب جده. روقي اوضة اخواتك. يلا يا حبيبتي. حاضر حاضر. انا حاسة ان الراجل ده هو اللي هيخلص موضوع ال 25,000 ده. يا رب. بس انا خايفة يخلص قبل ما يدفعهم. اركن العربية وروح انت على الحافة. حاضر يا سعادة. طيب اوكي، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سعادة الباشا. الله يسلمك يا بنتي سعادة الباشا. الحمد لله انك انت جيت. ليه؟ في حد قال لك ان انا ما كنتش ناوي ولا ايه؟ لا، كنت بدعي ربنا ان ما يجيلكش اجتماع تتأخر. ايه وحشتك قوي للدرجه دي ولا عامله لنا اكله تجنن؟ بتوحشني من كل حاجه، بس في زبون جاي يشتري الشقه. بكام؟ ب 25,000 وملوش اي شروط، عايزها ارضي وبينها وبين الشارع سلمتين وبالكتير قوي ثلاثه. انت مين اللي قال؟ ما هي لازم تعجب عيني يا بنتي، ما عجبتش عيني هتخش قلبي ازاي؟ خدي بايدي يا بنتي فرجيني الشقه، مش دي برضه اوضه الصبيان؟ ايوه يا جدو. انت ليك حق تقولي يا جدو، اذا كان امك بتقول لي يا والدي. انت بتعمل عليا التمثيليه دي كلها؟ طب بذمتك كده، بذمتك مش هينفع اشتغل ممثل. يعني كنت ناقصه تليفونات؟ بجمله التليفونات صدقيني، بس انفع اشتغل ممثل ولا تنفع؟ بس انت هتمثل عليا ليه؟ انا وقعت من 20 سنه واللي كان كان. ليه بقى اللي كان؟ شايفاني بقى كبرت بصحيح وبقيت والدك؟ لا، اللي بيكبر ما بيبقاش فايق ورايق كده، وما بيبقاش زي القمر كده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الخشب اهو حنطيكوا. ما يحسد المال الا اصحابه. طب اهو الخشب اهو اهو. انا من ساعتها رحت لحد فين ممكن اعرف؟ رحت ولا جيت ولا عارف اعمل خطوه واحده بس. ياه، هي الخطوه بقت صعبه قوي كده؟ يمكن احنا مش قادرين نخطيها. بس لازم نحاول، وبعدين مش حياه الجوه هي اللي تستسلم. عموما انا فكرت بقى وحاولت، الخطوه اللي جايه دي محتاجه انك انت تساعدني فيها، تخطيها معايا. خلاص يا حبيبتي انا مستعد اخطيها قبلك. نبيع الشقه. يعني شقه بقى المره دي؟ الشقة اللي نملكها. شقة مين؟ اه، ناخد بتمنها شقة صغيرة ونفرشها براحتنا. ياه، بس احنا حتى لغاية دلوقتي لسه ما دفعناش أول قسط من تمنها. ما احنا هندفع أقساطها كلها. اه، واحد تاني بقى يروح يسكن فيها هو ومراته وولاده، وأنا وولادي بقى نبقى رايحين جايين نتفرج عليها. هو هيشتريها ويدينا تمنها. طب وليه ده كله بس يا حياة؟ احنا مش حمل شقه عنيل كبيره كده اهوت، نقعد نفكر هنفرشها منين ليل ونهار. بصراحه بقى انا حاسه انها توريطه يا سيد. توريطه؟ طب ممكن تسيبي المطبخ تيجي معايا؟ هاجي فين؟ سيبي المطبخ بس وتعالي معايا. ده على ايمان ولا شمال تيجي تكمل اطباق بلالك وتعالي معايا. انت مش عايز تعمل الخطوه دي معايا يا ستي؟ سيبي المطبخ وتعالي نتكلم بره. ما هو انا عشان اعمل الخطوه اللي انت عايزاها دي لازم انت كمان الاول تسمعي. يلا. محتاجه محتاجة لك فوق ما يتطور خيالك. انت جايبني هنا ليه؟ عشان تشوفي شقة. أنا ناقصة وجع قلب. أنت مش قلت لي هنتمشى؟ هو في أحلى من كده تمشية؟ تعالي بس انزلي انزلي يا مدام. تيجي نمشي. نمشي ده إيه؟ تعالي بس تعالي. بقى أنا بقول لك نبيعها. تقوم تحنسني بيها. طب أنا ليا طلب واحد عندك بس. بصي عليها بصة واحدة. ونهانت عليك ان احنا نبيعها نبيعها. بتحط لي عقده في المنشار بصراحه كده. انا عايز انا وانت نقعد في التراس في نور هادي وجو رومانسي. ايه حكايه الرومانسيه اللي طلعت عليك فجاه دي؟ لزوم الشقه والتراس. امال انا مش عايز ابيع الشقه ليه؟ تعالي بس تعالي يا مدام اتفضلي. اتفضلي. بيتك ومطرحك. دي شقتنا؟
حبيبتي دي مملكة. عارف هتقولي ايه يا حياتي يا جوهر؟ يعني لو ما كناش دخلنا شقة غلط وحقيقي حقيقي دي شقتنا، فرشت امتى وازاي ومين؟ اوعى تقولي محافظات وتعاونيات. هقولك مصلحة السجون. ايه؟ يعني ايه؟ يعني مشروعات انتاجية من مصلحة السجون، وايه؟ بالتقسيط المريح، والمريح جدا جدا جدا. مريح ايه؟ تدي مفروشة بالالافات والارباح اكتر. تعالي تعالي انا عايز افرجك على حاجه تانية. ايه رايك؟ انا بحلم، وانا طول عمري بحلم اني حققت حلمك. وانا انت كنت متخيله ايه؟ ان انا اشوف دموعك في عينيك متعلقه بطرف كبريائي مش عايزين اتصرف. طب ده انا كنت مستعد ابيع الدنيا بحالها، بس ما بيعش الشقه دي. مستعد اتنازل عن اي حاجه في الدنيا بس اشوف ولادي كل واحد في اوضته على نفس العفش اللي انت اخترتيه ورسمتيه. تعالى على فرجك على حاجه كمان. ايه رايك بقى؟ انا عملت لك ده مخصوص بالصدف والارابيسك زي ما انت عايزه. زي ما رسمتيه وتخيلتيه. انت حافظ خيالي اكتر مني. أنا مفيش حاجة في خيالي غيرك. أنا كده بقى وصلت اللي أنا عايزه بالظبط. إيه اللي أنت عايزه؟ إن أشوف ابتسامتك الحلوة دي بتحل محل دموعك. أنا بحبك أوي. وأنا بموت فيكي أوي أوي. تعالي عايز أوريكي حاجة كمان. أنا بقى يا ستي هتتحط صورة جدك الشيخ الجهري. يا حبيبي تعالي عايز اوريكي حاجه كمان. ايه رايك؟ اقول لك ايه؟ ما تاخدنيش على قد عقلي وتقولي ده مصلحه سجون؟ لا لا لا، ده مصلحه سجون ايه ده معقول؟ ده مستورد عشان يتناسب مع المقام الرفيع للسيده حياه الطفل. ما تفكر فيه، بقالك شويه لسه ومتشيك ومتنقط. قاعد اقول الراجل ترى ليه؟ سكنت عني، مش عايزاني اتجنن، لازم اتجنن. ممكن بقى لحظه سكون شويه. احنا هنقص الحبل السوري اللي كان رابطنا بايام الفقر. شفت عبد العزيز. بقول لك ايه، بطل بطر بقى. انت عارف انا هعمل ايه شقه عبد العزيز؟ عارف. هتاخدي صوره جدك الشيخ الجهري. وغير كده هبوس عتبتي وسلمي ركعتين شكر. ويا رب تعمليها مدحه محدش هيفوتش. طب الحفلة دي مش عايزة شاي وعايزة جاتوهات وسندوتشات وحكاية؟ لا 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 لا، لا جاتوهات ولا سندوتشات، دي عايزة عشا. عشا يا حبيبتي، مش شاي وجاتوهات. يعني بدل ما نفرح بالشقة
هتطبخ؟ لا لا انت مش هتطبخي، مش هتعملي حاجه خالص. انت هتلبسي اجمل واحلى فستان سوري عشان تقابلي الناس. والعشاء هيجيلك بوفيه مفتوح من اكبر محل في البلد ومعاه الجرسونات كمان. وهلك في حساب ده كله منين؟ ما احنا لو قعدنا نحسب كل حاجه هتقوم قيامتنا. خدي بالك احنا هنعزم ملايين ماشيه على رجليها. يعني ايه؟ يعني مليونيرات. اعملي حسابك هيكون فيه مليونيرات كمان. اهلا اهلا سيد بيه. اهلا سيد بيه. مجدي الباشا والغرباوي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اتفضلوا اتفضلوا. كرباطتك دي خش. عارفه لو ما كانش الافندي بتاعك طويل انا كان ليا كلام في دماغك. 35 شبح 14 غلبوكا 12 جنيه. مدام حياة يا أستاذة. أيوة إيه حاجة؟ أرجوكي شوفي لنا مكان تاني غير ده. في حاجة مضايقاكي؟ أنا مش هتلاقي حاجة مضايقاها، دي مش مناظر تحضر حفلات كبيرة. الحفلات الكبيرة دي ليها ناسها برضه. لا دول بالكتير قوي كده إحنا كده شكلنا الأيتام في مائدة اللئام. يعني بقى إحنا اللئام يا أستاذة فاطمة؟ لا لا مش فاهمة. جبت كحالها عملتها. عارف لا قولي لي مدام بالنسبه لده سؤال محبط شويه. ايوه اللي يدوخ عندكم من ريحه البرفان ويغمى عليه ده بتشمموه ايه؟ بنشيله برضه. مدام حياه استوري علينا بلاش فضايح. الاستاذ رشاد من ساعه ما جينا داخل سارج على البلكونه بيعد العربيات اللي تحت. 35 زلموك 14 شبح حوالي 12 بويك. مالك سكت ليه؟ ابدا بتفرج. ماي بصوا لازم تتصرفوا كأن بيتكم أرجوك. ها؟ عن إذنكم. معقولة؟ ده بقت منهم مش من الموظفين. عمر بيه أبو النور صاحب أكبر مزارع لحوم ودواجن. أهلا وسهلا تشرفنا. مدام ميسة. عبد الوهاب لسانس حقوق دفعة إيه؟ أقول ولا بلاش؟ أنتوا تعرفوا بعض ولا إيه؟ موظفة عندي ميسة. إزيك حبيبتي؟ مبروك يا ريان. شفت ست الريسه دي هي لو ما اتقالتش فيها يومين خلاص. اتفضلي يا مدام. بقول ايه ده احنا نطلع منها بقى على كده يا مدام. بقى ازاي؟ ميسه بتحب تتحسب على مين؟ على زمايلها الموثقين ولا على كبار الضيوف اللي زيك؟ هي حره. والله اللي تشوفه. بصراحه كده انا شايف ان شكلك مش تبع الموثقين. كده يا سيد؟ طب هما مالهم الموثقين مش عاجبينك ولا ايه؟ لا الحق يتقال ولا ايه يا ابو النور بيه الحقني؟ والله انا مش هسيبها كده ليل نهار من غير اوفر تايم. ايه يا استاذ رشاد؟ انا اتخانقت من الجو الحفله ده انا عايز امشي. وكرافتتك دي خانقاني خانقه ما اعلم بها غير ربنا. انت لابس بطانيه يا ابني ايه عامله ليه كده؟ دي كرافته. كرافته انا عارف انت كنت خايف تزروت نفسك ورحت عاملها كده في الاكل ولا مش فاهم في ايه؟ في انا هروح هي كده حلوه قوي كل واحد مع نفسه. وانا بصراحه بقى لازم اروح اسلم على زمايلي. اتفضلي. بقول يا منام. نعم. زي ما استلمتيها مني كده هنا سلمها لي على شركة. مين ده يا ميس؟ والدي؟ معقول؟ ليه مش معقول؟ يعني ما ينفعش لأب ولا أخ ولا جوز إلا إذا كان جوز أرانب بقى. هو مين ده؟ واحد من اللي بيضربوا الأرض تطلع فلوس. وأنتي بتشتغلي إيه معاه؟ في العلاقات العامة. بس صدقيني منظر وبس. أصله قريب من ده. لا 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 عشان ما تفهميش كده ولا كده هو عنده استعداد يجيب مأذون ويكتب عليا فورا. انما انا مش موافقه. ليه بس؟ يعني لما اتجوز لازم اتجوز راجل يملى عيني وقلبي. وطبعا حضرتك ست العرس. خلي محمد يجي لي بره فورا.
عشان تجينا هنا لازم ندفع الضريبه، ولو دفعنا الضريبه مش هندفعها من اخلاقنا، فاهمين ولا لا؟ ماما دي حاجه عاديه خالص. ايه اللي عادي فيها انك تشوف اختك بتتنطط وترقص قدام زمايلك وانت بتتنطط قدام الهبله اللي قدامك دي؟ فاكر ان كل واحد بيعمل حفله في بيته بيعمل زيكم كده؟ ها؟ ايه يا حياه ناس بتزعق اللي فيه؟ اسالهم قلبان الاوضه كذب. معلش بلاش تعتمدي عليهم في الليله دي. يعني ايه؟ يعني خليهم براحتهم. وعلى فكره هما عازمين يكملوا السهره بره. كملوا السهره بره؟ ايوه في ناس عازمين. عايز تقول لك ايه؟ احنا هنا مش في شارع عبد العزيز. امال احنا بقينا فين؟ لو طلعنا القمر احنا ولاد باب الفتوح وباب الخلق وشارع عبد العزيز. ومش عاجبني دلعك المرق فيهم بقى. ها؟ طب ممكن تهدي بقى وتيجي تسلمي على الناس اللي عايزه تمشي وبعدين نبقى نناقش موضوع شارع عبد العزيز. يلا. هتبوظهم. يلا بس لغايه لما وصل زغلول بيه ممدوح بيه لغايه الاسانسير. اهلا 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 حياه هانم. اهلا وسهلا. اتفضلي. ولو ان عيب يعني ان احنا نعزم عليكي في بيتك. حبيتكم مطرحكم شرفتوا. اهلا وسهلا. الله يشرف مقدارك. تحبوا اجيب لكم حاجه ساقعه ثانيه ولا تحبوا تشربوا ايه؟ لا احنا الحقيقه عايزين منك خدمه ثانيه خالص، حاجه بسيطه كده. تحت امرك. امضى امضى. ها في دفاتر التوثيق. نعم. امضى صغيرة بتاريخ قديم. سمعاني يا حياة هانم. لو حضرتك ما سمعتيش نعيد تاني. اياك تقولها تاني. الله. دي امضى بسيطة. انت بسيطة بتقول ان ارض الوقف اللي من باب الفتوح للسيدة نفيسة اتبعت لنا بعقد من 20 سنة. نقول 25. اقول لك خليها 30 واحنا هنتصرف باذن الله. ايه ما ردتيش عليا يعني؟ هرد عليك دلوقتي. تاخد البهوات وتغوره من هنا قبل ما اطلب البوليس. ياه بوليس؟ واذا مسكت ايدي ثاني هتلاقيها نزلت على وشك. انت مش عارف انت بتكلم مين. انا حياتي الجوهري. طب اقعدي وطي صوتك شويه. خد البهوات واطلعوا بره من هنا. يلا اتفضلوا. طب بس مش تعرفي قبل امضى دي ثمنها كام الاول؟ مش كنت تسال اذا كنت بقبل رشوه ولا لا؟ نص مليون جنيه. لو بمال الدنيا كلها. بصراحه انا اعرف ناس كتير مضوا بقل من كده. انا اعرف ناس في مناصب كبيره قوي مضوا بشقه وبعربيه وحتى بعزومه. أنا أعرف ناس مضت ب 100,000 بس. يلا أنت وهو قبل ما أبلغ النائب العام. طيب ما دام هتبلغي النائب العام ما تنسيش تقولي له على الإمضاءات اللي قال عليها أبو النور دي. ولو قال لك إمضاءات مين دي قولي له زي الإمضاءات دي. عارفة إمضاءات مين دي؟ سيد عبد السلام ونيم. إيه؟ إيه يا مدام؟ فهم كتير شوية. على فكرة الشقة اللي انت طالعة بيها في السما دي بامضة والعفش اللي فيها كله بامضة. صدقين. استني بس. السجاد بامضة والنجف بامضة والحمامات والإشاني بامضة والمطبخ بامضة. فاضل ايه تاني؟ العزومة اللي احنا فيها دي تخيلي بامضة. كده عموما اهي المستندات اهي في صوره منها طبعا بكل امضاءاتها. بيخديها معاكي وانت رايحه للنائب العام. اوعي تنسيها. ولا اقول لك ما تقربي المسافه وتسالي سيد دي. واذا قال لك انها مش امضته نبقى احنا المكتبين. ده اذا كنت مش عارفه امضه سيد بيه غنيم جوزك. Thank you.
متكيف مش الحقايق ده الحق شق اللي